بسم الله الرحمن الرحيم. أرضيي وأمادة اجتماعيات فصل سديدات وعن كل حجرنا عتب سديدات وأها التاريخ العالم وحن صوبرني درس جيسي كواد عتب كاس وعن كسو شاقني وحيا به أمهر مركي أي مسلمين تا كسو كرديين عالمك يا علوم تكل الدول وحن صوت شيقني قار كمدة علماء المسلمين تا وقع عن سنة حل قاس ووح بدن علم جا كسو كرديين ما أنت إنه برنا تاسي مركي عشر كاس وحو خاص كوها لانك مسلمين تا علماء وحاشا شد إن كم وقتها الدرس الثاني أهم الاختراعات والأحداث في القرن العشرين عشر كلبات وحكوسة بسنية هاي وحيا به لصوص عري والله اختراعي اختراع حاوي هندسي يقوم مهم سنة يدعذون كي جوا وينا دعي في القرن العشرين قرن جلباتنات دعوين كي إيو وحيابه لسه من قرن جلباتنات أنت ين بلابين وإن عن هرتا وجانا قرن جلباتنات حقوقك بالوضع حقوق سكوت لما هذا أنت ين بدن إن جرنين هي معقولة هرتا هذا وحين كجرنا قرن جي كو جلباتنات ساي وين أو جاتان قرن جي مركه قرنك لواتنات حاوكب بلودا كون سقال بغل حاون كل ما دا لبدا كون كون سقال بغل إلا لبدا كون وحيابي عالم ك لصوص عري دعدوين كي يقوم مهم سنة دعي قرنك هاس يشيك دونا واحد قرني هلكي قرني وحاود ما بقول سنة تو انا وغانا بقول سنة ايا لي راها هل قرني بقول كان سنة قرني كان سوحال وشيغا وقرني ادونك لوسو كرنيي وحياه بدن أو مانتا أين النقانة وصوص عري أولا وكل قاعدة إن مركه مركه هري أهم الاختراعات في القرن العشرين وحيا به لصميي قرن جيل باتنات هندسي يدو القفة إذا سنة نظريات كي أما اكتشافات كي أي هري وقرن أما أي أسوة صارين علماء المسلمين تا أي نكسوا هذا الناي في هذا الدرس سنذكر أهم أعظم الاختراعات التي شهدها العالم في القرن العشرين عشر كان وحنكو برندونا وحيا به ومهم سنة إلى اختراعي قرنجي لواتنات كو مقرنجي لواتنات وحياه بدن بالسمايي دي كل ما شيء كرده محلها ما نتحي كرده لكن كو يقوم مهم سنة ما شيء كنا هو وينا ونا عن سنة مركه وحيل السمايي نينكي السمايي هي تاريخ دي السمايي حيل صوص صار تاريخ دي يعني كي صوص صار انت اسباد حق صار انسان عضي انت صار انه قرن عشر كا كو راديها الراديو أو المذياع وأسكمت راديها فإن الاعتقاد السائد أن الإيطالي غوليلمو ماركوني راديها يا صو صار يسمي راديها أنا عندك السنة يا سمي هذه لقوم هذه محاد أرنسا تاريخ سينسيهن كي غير تلياني إيطالي أيوة ولا شيء
magaciisana waxaa la oran jiray Guglielmo Marconi. هو مخترع مذيع وعنك السمية راديها سنة كه كون سجال بقول هي سجالك أتكلم في سنة هاي تاس نمبر لابو إنترنت ك الإنترنت إنترنت ك حساب حقر نجيل بعد في العام كون سجال بقول حين سجالك قامت وزارة الدفاع الأمريكية بربط أجهزة الكمبيوتر في الجامعات والمصالح التابعة لها، وهو ما يعرف في وقتنا الحالي بشبكة الإنترنت. حاليا إنترنت ملكي جهر سيوحى استعمال الجلي وزارة الدفاع أمريكانكا يجا كمبيوتر كل سكوح الحلا يا شبكة جامعاتها إيه يوحيابها يجا دنا هذا خاص كا أيه استعمال الجلين، لكن حق عسية دون كنا ولكم فافين مركز وامركي جوه رئيس إنترنت لعركه وزارة الدفاع الأمريكية هي استعمال جرتين قاب سردون أيوة ديك سن جرتي وإنترنت كمان تأينو نقانو أدون كانوا كفا في ويا إنترنت كاس بشبكة الإنترنت برسدح التلفاز تلفيشن كا قرر جلواتنا دو حيابه لقو قوليستي قول مهم سنة أيو كتشري قولي قو أوينا لقار كانت التجارب الأولى للبث التلفزيوني في الأواخر العشرينات في القرن العشرين تجابد يقول الرئيس وحوى لتجابنا يا التلفزيون ستوس هو ذا أقبحة قرن جلواتنات وحي أهي أي أهي وأول بث تلفزيوني في العالم برنامج كيقول التلفزيون كبح عالمك وحو كبحي مقالة لندن كن سقال بغل صدن إيا لحي يا تلفزيون كي يقول يا لارك كذب ولا سيعة سريعي بركو لهم برلوا سدح هل كاسو حين أقوم مقنع يتابع عشر كبا هنا وصعدة أفر وحيابيه أقوم مهم سنة ما قوليه أقوى وينا إلى قارن قرن إلى باترات ولا صوت ساري وحاكم إذا البنسلين أما بنشلين كنيني قلوه يقال بنشلين وكنيني قلجيها أين أقول لغان بعد عدة تجارب تم اكتشاف البنسلين على يد العالم الفرنسي ألكسندر فلمينغ تجابوين دورة كذب ولا سمي وحوال اسكود ايا مر بمر تجابوين دور كذب وحال صوصة عري كنيني البنسلين كلي يرهدو وحانا اكتشافي أو هلي سينيسيان كيرير فرنسيسكا أها إرير فرنسا magacii la oran jiray Alexander Fleming sanadka markuu ahaa 1928kii alqawaasat gujisyada ama maraakiibta biyaha quusa ayaa la soo saaray qarnigii 20aad iktishaaf al-amerikiyuuna waxay iktishaafeen dhamaadkii qarnigii 19aad ninkii injineerka ahaa John Philip ayaa dhamaadkiisa soo saaray alqawaasat سيارة بابورت بابور هذا إنه نقاله وحال لك تشافه إستجنة قرن جلواتنات حيابي يقولي لجاري لكن نكي يجوه رأي اختراعي غير شرمل أيوه كارل بنس يا اللي جري ونكي يجوه رأي سماه يجاري كوش غير بنزين كون سديت بورسيت رشانتي إنك استو قرن جي سجال تمرد أي تهاي لكن أسكون ضيق كواد ويا وحيابي يقول مهم سنة قرن جي يقولي هو وين لجاري قرن جلواتنات وحاكم إذا ديار الضع يا لسمية سنة كي يكون سجال مرصد حيتوان كي لبوي لا ولا لا ولا كلا أورنجر أو رفيل رايت أو ويل بور رايت أو رير مريكانا وحيسكو ديان أي سميين قا ديار دي جوه رئيس هو ده قشة أنت عز وحوي يقولي هو وين إلى جاري قرن جل واتنات ثانيا أهم أحداث العالم في القرن العشرين هل كان وحكم برندونا أرضيي دعوه ينكي عالم كي يقوم مهم سنة قرن جل واتنات حيابي دعي قرن جل واتنات كي يقوم مهم سنة طبعا دعوه أي جدول كان إنه قام مقايسة طبعا كاس دعوه بان دوشة كمرة إن شاء الله كن سقال بغل أفري طبعا كي اغتيال ولي عهد نمسا وأدى ذلك إلى نشوب الحرب العالمية الأولى أفري كن سقال أفري طبعا كي وسنة كي دل قرشيسان لقود دلي دحرس به غير أستريا
taasoo keentay inuu ka dhaco adduunka dagaalkii koowaad ee adduunku inuu dhaco waa sababtii keentay wey. 1917 وعد بالفور الذي يتضمن غرس اليهود في أرض فلسطين ومالي تاريخي 1917 وهشيسكي بالفور لما عبا حي وزير عرم الدبادات انجريس كورا شوية وهشيسكي لقو دجية يهودة للك فلسطين وهذا إسرائيل لما عبا حي وهشيسكاس أيا 1917 1919 waxaa la aasaasay awl munaadama dawliyatin oo cusbada umam ah taariikhdii la aasaasay ururkii ummadaha 1922 suquud khilaafati uthmaniyya aakhir khilaafati islaamiyya fil aalam waxaa burburtay khilaafadii uthmaniyinta oo ahayd khilaafadii islaamka ee ugu dambeysay caalamko dhan 1939 nushuub al harb al aalamiyya athaniya adduunka waxaa ka dhacay dagaalka la yiraahdo dagaalkii labaad ee adduunka 1945 asasat al-umam al-mutahida waxaa la aasaasay qaramada midoobay wanta hal xarbul caalamiyad taaniya waxaana dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka 1945 ilqaa awwal qumbulatin nawawiyatin fi taariikh waa markii ugu horeysay ee la adeegsaday hubka bomb atomic la yiraahdo nuclearka taariikhda waxaana lagu dhuftay calaa madinati hiroshima wa nagasaki al-yabaniya labada magaalo ee jabaanku yaala hiroshima iyo nagasaki 1967 hujuum israa'il calaa masar wa suuriya wal urdun weerarkii israa'il ku qaaday masar iyo suuriya urdun ayaa dhacay wa indilaac al-harb al-caalamiyati harb al-carabiyati al-israa'iliya waxaana dhacay dagaalkii carabta ee israa'il wa ihtilaal israa'il lid-dafati al-gharbiya israa'ilna waxay qabsatay daanta galbeed ee wa gaza iyo qudus sharqiya ee qaybta bari ee magaalada qudus ee dhulka falastiin ayay israa'il qabsatay sanadkaas 1969 hubuudu awwalu insaanin calaa sadxi al-qamar taariikhdaas waxay ahayd qofkii ugu horeeyay bani aadam ah ee taga dayaxa hebel dayaxu taga waa maqashaan waa qofkii ugu horeeyay dayaxa ku dega wuxuuna ahaa nin Mareykan u dhashay oo la yiraahdo Neil Armstrong 1989 inhiyaar jidaaru Berlin alladhi qasama Almaniya ila nisfayn waxaa burburay oo la jabiyay derbigii Berlin ee kala qaybinay labada Jarmal ay markii hore markii dagaalkii koowaad ee adduunka laga adkaaday derbigii lagu kala jaray Jarmal ayaa meesha laga qaaday Almaniya Sharqiya wa Almaniya Al-Gharbiya Jarmal ka bari Jarmal galbeed waa taariikhdi ay midoobeen ee hal Jarmal isku noqday halkaasna waxaan ku baranay 10 dhacdo oo muhiim aha oo caalamka soo martay qarnigii 20aad waayahay ardayay waxaan soo baranay guulihii ugu waaweynaa ee lagu soo kordhiyay ama la gaaray qarnigii 20aad ee dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay qarnigaas haatan waxaan ku soo gabagabeynaynaa su'aalihii qaybtii su'aalaha haddaad dhageysateen su'aaluhu 10kii aan sharxay ayaa jawaabta ka helaysaan su'aasha koowaad waxay leedahay udkur 5 min ahami ikhtiraacaat fi alqarn al-20 shan ka sheeg waxyaabihii la soo saaray qarnigii 20aad sanad ha ku darin qofkii sameeyay iskabadaa ay shan ka sheeg waxyaabihii la ikhtiraacay qarnigii 20aad la sameeyay wey nambar 2 udkur su'aasha 2aad waxa weey sheeg 3 min ahami al-ahdaath at-taariikhiyya fi alqarn al-20 dhacdooyinkii taariikhiga ah ee ugu muhiimsanaa ee dhacay qarnigii 20aad 3 ka sheeg 10 baan ku sheegay 3 ka soo qaado ka sheeg 3 man huwa muktashif al-penicillin kaniiniga la yiraahdo penicillinka allajiyaha yaa soo saaray oo iktishaafay magaciisa laga rabaa wamata iktashafa iyo goorma ayaa la soo saaray kaniinkaas su'aasha 4aad man huwa awwal ra'id al-fada'i alladhi najaha an yahbada ala sadhi al-qamar sheeg ninkii ugu horeeyay ee taga dayaxa magaciisa arday halkaasna waxa inoogu eg 10keenii 2aad insha Allah khayr badan baa idin rajaynaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh